السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم نروحوا الماجر وين فيديو شويه قديم بصح سهلة، نتكلموا على ماجر واش تكلم على 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 محرز، وين قال لهم لو كان يخرج غادي يتألق اكثر واكثر، وين ما وين بالشيخ يعني اللي ما عجباتوش هذا الكلام، يعني وين نقولوا بلي تشوكي باش ماجر قال لهم والله العظيم لو يغادر محرز لايستر سيتي سيتألق ويظهر اكثر واكثر. احنا نسمعوا واش تتكلم هذا الناكرة تاع كرة القدم، الله يقري بصح يبقى ناكرة تاع كرة القدم، الله يقري كيما هكا وين انسان متكبر، يعني هذه هي هذه كنقولوا بلي اليوم نغير السيناريو، نغير السيناريو تاع كونتي اللي تكلم عليه. كونتي باقى في ليستر، محرز راح الى تشيلسي، محرز يتألق مع تشيلسي، لأن في الجهة اليوم لما موجود بيدرو، موجود ويليان، الفريق تشيلسي يتألق في كل مباريات أوتوماتيكيا سمحني أوتوماتيكيا. لكن اسمح لي ماجر، قطعتك، اسمح لي ماجر. لكن البعض يقول، وقد يقول قائل الآن من وراء شاشة التلفاز، هل يستطيع أولا محرز أن يحجز مكانة أساسية في تشيلسي حتى يتألق؟ أنا أقول لك، هل يقدر يلعب أساسي في 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 تشيلسي؟ سمحني. هذا السؤال قاله محمد شيخي، علاه كانوا بعض المحللين في وقت ما كانوا مسيطرين على بعض العقول، كان يقول لك محرز تاع لايستر، ما تهضرليش على محرز، مي تقول له ودي محرز ودا عمي محرز، يقول لك لا محرز تاع لايستر، تقول له ماندي، لا ماندي تاع بيتيس، يقول لك ما تبقاش تهضر لي ماندي تاع بيتيس، لا كيما بودبوز، يقول لك لا كيما بودبوز تادير، يجيب لك على بودبوز، يجيب لك على عبدون، يجيب لك على، يقول لك لا استدار ولا ما داروا والو هذو، لا عرفتوا كيفاش؟ والناس كانوا هذو كانوا مسيطرين على بعض العقول، خالتهم مريم باك تعقلوا عليها. مريم مي كانت خالته مريم مي كانت تدير لهم تبريح في التبريحات في 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 ساحه الشهداء في اودا، كانت تقول لهم ما ماجر وبالشيخ عندهم الحق، تحيا ماجر وبالشيخ يعرفوا البوله، وتحيا هذه خالته مريم، هذه وين راهي ديك خالتكم مريم؟ كنتوا دايرين بها الباس؟ لا كنتوا تروحوا تتبعوها في ساحه في وين ما تلعب بالجزائر ساحه الشهداء، ولا تروحوا ديروا لها الباز خالتكم مريم، خالتي مريم، شنو قلتي خالتي مريم؟ ماجر بالشيخ كان يقول لهم انا يجمعوا معايا الناس لازم يكونوا يعرفوا البوله، خالتك مريم لعبت تبعك؟ خالتك مريم فيك ما لعبتش معك، كيف خالتك مريم كنت تأمن بالهضره تاعهم تقول لهم الحمد لله راهي تهضر في الحق، بالك هذو ما يعرفوكش. حنا راني انا كاع مين تاني نتبع فيكم، انت سبل راني من 2008، راني من 2008 وانا نهضر عليكم اليوم كاع باغيين، معليش تدخلوا رانا بحال رانا حالين الباب ديال تاع بيبان الرحمه، هذه 10 هذه 7 ايام التاليه رانا حالين لكم بيبان الرحمه، اللي باغي يدخل لي توب يدخل لي توب، معليش اسمع نغير السيناريو، نغير السيناريو تاع كونتي اللي تكلم عليه. كونتي بقى في ليستر، محرز راح الى تشيلسي، محرز يتألق مع تشيلسي، لان في الجهه اليوم لما موجود بيدرو، موجود ويليان، الفريق تشيلسي يتألق في كل مباريات اوتوماتيكيا سامحني. لكن اسمح لي ماجر، قطعتك، اسمح لي ماجر. لكن البعض يقول، وقد يقول قائل الآن من وراء شاشة التلفاز، هل يستطيع أولا محرز أن يحجز مكانة أساسية في تشيلسي حتى يتألق؟ أنا أقول لك، هل يقدر يلعب أساسي في 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 تشيلسي؟ سامحني. أنا أقول لك محرز لم يتألق مع ليستر، كونتي يتألق مع تشيلسي، غير السيناريو. محرز جيب كونتي خليه في ليستر وخلي محرز يروح الى تشيلسي، محرز يتألق محمد، لان تشيلسي المجموعه راهيك بصحه جيده، العكس لليستر المجموعه ليست بصحه جيده. تعتقد بان كونتي لو بقي لن يتألق لانه الفريق مع ليستر الان؟ لا لم يتألق كونتي 100% لم يتألق مع ليستر، لو بقى في ليستر، ولكن عمل مليح كي راح كونتي، صاد فريقه المناسب وهو تشيلسي،
بزياده على محرز لو راح محرز، لان من يلعب من جهه اليمنى في تشيلسي؟ بيدرو او ويليان؟ اوكي، اثنين لاعبين مميزين، ولكن هذا معذر. سيجيب لك هذا معذر، يتكمل يبدا لك بالحقيقه باش يجيب لك الباطل. هو ضرب كي راه يشكر في محرز ولا يشكر في محرز؟ انا ولا يشكر في محرز؟ يشكر في محرز ويعاير في كانتي. بعد شو قال لك؟ شو قال لك اللي ضرب؟ شو قال لك؟ لو كان محرز قال لك شوف اليوم وين، شوف محرز ويراه وكونتي ويراه، شكون اللي كان يخدم في الجهه تاع محرز؟ تما اللي كان مبين محرز راح، محرز ما كان والو، محرز لازم يبينوه باش يبان. اودي هادو صعاب، هادو ما تنجموش عليهم صاحبي. هذو لا نجيب لكم هادو في طوغاد، ما شاء الله مين يدوروا لازم تدوروا معاهم، مين يدوروا لازم يلقاك تشوف فيه كيما راك. ما تخليهش قدامك هذا، هذا ما تخليهش يمشيك، هذا يمشيك يطيحك على راسك. هادو التصريحات تاعهم يطيحوا الناس على لسانهم باش يكون على بالكم. هادو صعاب، هادو طار لك غدو ان شاء الله. والله ما تكالي فيش كوب دي موندي دور عليك، كلف على هذا قرصه كلف على المجموعه راهيك بصحه جيده، العكس لليستر المجموعه ليست بصحه جيده. تعتقد بان كونتي لو بقي لن يتالق؟ لانه هذا قلت ترى حاجه الجزائر ما تكاليفهاش ولا المسار، وعلى بالك يولوا دايرين لنا، يولوا يجيبوه كل يوم، هو يبغي يبان. ويك ما صار، ياك ما صار يشعل، ياك ما صار يشعل علينا كل يوم شعر، كل يوم يقلع شعره ويشعر بها. هذا ما ادري، هذا باش يكون على بالكم. فريق مع ليستر الان؟ لا 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 بيتالق كونتي 100%، لا بيتالق مع ليستر لو بقى في ليستر، ولكن عمل مليح كي راح كونتي، صاب فريقه المناسب وهو تشيلسي بزياده على محرز لو راح محرز، لان من يلعب من جهه اليمنى في تشيلسي؟ بيدرو او ويليان؟ اوكي، اثنين لاعبين مميزين، ولكن فنيا اعتقد عنده مكان محرز من الجهه اليمنى، لان ممكن الاعمال اللي يديروا من الجهه اليمنى ما يديروش بيدرو وويليام، الاثنين يلعبوا بالرجل اليمنى، والان في الكره التقليديه اللاعبين يلعبوا بالرجل اليسرى دائما يلعبوا من الجهه اليمنى. الكره الحديثه هذا هو، لهذا هي مساله حظ ايضا محمد، مساله حظ. وانا اقول لك والله نحلف لك حتى والله العظيم، لو محرز راح تشيلسي هذا الموسم يتالق، وممكن زين نتكلم عليه اكثر واكثر، ولكن للاسف رجوع الاداء تاع ليستر بقائه في ليستر سيتي وخطا كبير، كان خطا كبير وقلناه انا وعلي من قبل، قلنا لازم محرز يروح يغادر ليستر لانه يبقى تلقى صعوبات كثيره ولا عايشين فيها حاليا. لماذا خطا كبير؟ لانه مثلا لن تتاح له فرصه اخرى مجال بعد الموسم الخرافي الذي اداه الموسم الماضي؟ لا يدك، مانيش عارف محمد، ولا جاوه كما يقولوا دي كونتاكت سيريو، ولا مانيش عارف. لازم اولا الانديه الاوروبيه تهتم بهذا اللاعب، ولكن لو جاوه الانديه كانت مهتمه وما حبش يروح، هذا خطا كبير من محرز. يا ودي انت صعيب، ولد عمي صعيب، انت والشاب تلطي، انت والشاب تلطي غير كيف كيف، انت والشاب خلقني ربي العالمين غير كيف كيف يا صاحبي، والله لا غير كيف كيف. شكون اللي ينجم لكم؟ شكون اللي ينجم لكم يا صاحبي؟ شكون اللي ينجم لكم؟ شكون اللي ينجم لكم؟ العالم او في العالم العربي، الوقت موش لمحرز بكل صراحه. في السابق محرز تكلمنا عليه وشجعناه وقعوا له في الدوره، هذه كان اونترينير، هذه كان اونترينير تاع محرز، بصح كاع اللي قرا له في الدوره الجزائريين لازم نتكلم عليه دائما. انا وصلاح احلى لاعبين في العالم او في العالم العربي، الوقت موش لمحرز بكل صراحه. في السابق محرز تكلمنا عليه وشجعناه وقلنا له كان يستحق احسن لاعب في انجلترا والكره الذهبيه، ولكن نكونوا منطقيين، كل منطقيين مش فقط لان جزائريين لازم نتكلموا على جزائريين دائما. انا وصلاح احسن لاعبين في او جو صعب، الناس كيفاش صعب اسير يقار عليك على باقي، يقار عليك غير ويتهتر عقل، ما يمدش يده ما يعاونك شي. انت يا تختر، انت غاتر في 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 باسين كبير تاع ما بارد، هو يقيس عليك في المحامي يقول لك راني ندفي فيك. هذو كيما هذا مخلي طارفه ومد لك يده،
مخلي الطرف حداه بصح يمد لك يده يعني باش ما يلحقكش ويقول لك اودي عاونتك والله غالب هذا.